السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. موقع روسي عن استهداف السفن في البحر الأبيض المتوسط، أنصار الله صادقون وواثقون من تهديداتهم. طبعا الخبر مترجم ومنقول من موقع ديزين رو الروسي، والذي ترجمه هو موقع عرب جورنال، وبالتالي سوف أتلوه لكم كما ورد في الترجمة عن الموقع أو المصدر الذي ورد فيه. وإلى التفاصيل. يتزايد التصعيد بين اليمن والولايات المتحدة، ففي البداية هاجم أنصار الله الناقلات، ثم بدأوا في مهاجمة السفن الحربية الغربية، وبعد ذلك أسقطوا طائرة مسيرة غربية فوق اليمن، والآن يهددون بتوسيع عملياتهم إلى البحر الأبيض المتوسط. وأفادت تقارير أن أنصار الله في اليمن هددوا بشن هجمات على السفن في شرق البحر المتوسط في إطار توسيع حملتهم المناهضة لإسرائيل. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يوم الجمعة الماضي 3 مايو أيار عن استعدادهم بشن ضربات محتملة في شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي يبعد عن اليمن حوالي 1900 كيلومتر 1180 ميلا. وسبق وأن هدد أنصار الله السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأغلقوا فعليا جنوب البحر الأحمر أمام معظم السفن الغربية، مما أجبرهم على تجنب قناة السويس، وبدلا من ذلك أخذوا يبحرون في طريقهم حول أفريقيا عند السفر بين آسيا وأوروبا. ويعتقد المسؤولون التنفيذيون في مجال الشحن أن البحر الأحمر أن الوضع في البحر الأحمر سيظل خطيرا للغاية بالنسبة للنقل التجاري لفترة طويلة. ويتساءل الموقع قائلا: ماذا يمكننا أن نقول؟ ومن المثير للاهتمام حقا كيف سينفذون الهجمات هناك. فأنصار الله في اليمن حتى الآن صادقون وواثقون من تهديداتهم. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.